دي نقطة من النقط المهمة. من النقط المهمة النهاردة بيرسيتاو توهج النهاردة، هدفين صنع هدفين وكرة في القايم وانفراد عمله حلو قوي بس ضيعها في الاخر، كان الفينش مش عظيم. انفراد في بداية المباراة، ما هو الانفراد بتاع بداية المباراة لما رقص وشطها في على يسار الحارس. فغريب برضو بيرسيتاو علامة استفهام، يعني برضو كان مرحلة تشكيك كبيرة في الفترة اللي فاتت، والاهلي اشترى مهاجم جيد ولا ما اشترىش مهاجم جيد، واللاعب جاي من الدوري الانجليزي ده، واللاعب اللي كان مكسر الدنيا مع جنوب افريقيا منتخب جنوب افريقيا فينه. لا انا برضو هفضل اقول لك ان هو مش قد قدرات النادي الاهلي لحد دلوقتي، ومش هحكم عليه من المباراه النهارده. انت حضرتك بتقول في المجمل ان هو مش قد قدرات النادي الاهلي. يعني اي لعيب النهارده سريع، وان اللعيب النهارده بيتحرك بشكل كويس وجات له فرص دي هيقدر يهدف منها. فمش عاوز اقول النهارده بيرسيتاو هو رجل مباراه بالنسبه للارقام، وجاب جونين وعمل 2 اسيست، هو رجل مباراه مفيش مشكله، ولكن مش عشان مباراه يكون فيها كويس اقول لا، يعني اغير رايي 180 درجه. لا هو لازال مش قدرات النادي الاهلي، ومش لعيب تارجت النادي الاهلي. النهارده الفرقه اللي قدامه ساعدته بالمساحات والطرد اللي موجود عند الفرقه ان هو يظهر بشكل كويس. جات له فرص، طب جات له فرص كتير، ضيع وهدف. بس يعني انا مش ما اقدرش اغير رايي عشان النهارده جاب هدفين. لا صعب جدا يعني. طيب، تحدث بيتسو موسيماني الفترات الماضيه عن مشكله في خط هجوم النادي الاهلي، وتحدث تحديدا يعني بدون ما يسمي عن رباعي النادي الاهلي الهجومي، سواء محمد شريف او بيرسيتاو او صلاح محسن او حسام حسن، وقال ان احنا عندنا مشكله في هذه الامور. انت شايف ان الاهلي عنده مشكله في خط الهجوم؟ لا، انا شايف المشكله هو اللي بصنعها موسيماني، مش هو عاوز يعمل مشكله. ليه؟ لان هو جه على النادي الاهلي وهو عنده احسن مهاجم في مصر. محمد شريف جه على النادي الاهلي وهو عنده احسن صانع العاب في مصر هو مجدي قفشه. لما تعاقدت مع حسام حسن بقدرات مختلفه عن اللعيبه اللي عندك، وتعاقدت مع بيرسيتاو بقدرات انت حبيبها اللي هي السرعه واللي روح المساحه، ودي موجوده في محمد شريف وكان هداف الدوري وماشي بشكل كويس. صح. فاذا كان في دروب فاعتقد ان هو السبب فيه. انا لما يكون عندي لعيب كويس ولعيب متوهج المفروض ان انا بحافظ عليه، المفروض اديله الثقه او ازوده وانما كل عندي اثنين زي قفشه ومحمد شريف كانوا اعمده اساسيه في منتخب مصر والنادي الاهلي، ومحمد شريف كان هداف الدوري وقفشه اكتر لاعب عمل اسيست في الدوري، وفجاه اللعيبه دي السنه دي تكون مشاركتهم قليله ومردودهم قليل، دي علامه استفهام مش من اللعيب، اكيد من المدرب. ليه؟ لان انا بشوف ان هو ما ياخدوش في الملعب بشكل كبير، ما عندهمش المساحه ولا الثقه اللي كانت موجوده قبل كده.